أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للوقوف على انتهاكات حقوق الإنسان في ضوء انعقاد مجلس حقوق الإنسان. كشف تحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان عن 455 حالة تعذيب ارتكبتها ميليشيا الحوثي منذ سبتمبر 2014 وحتى ديسمبر 2018. وأضاف تحالف رصد خلال ندوة نظمها على هامش انعقاد الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف أن أغلب حالات التعذيب سجلت في أمانة العاصمة بواقع 295 حالة، تأتي بعدها محافظة صنعاء بواقع 86 حالة، تليها محافظة إب بواقع 74 حالة. وأشار التحالف إلى أن 170 ضحية توفيت بسبب التعذيب، بينهم 9 أطفال وامرأتان و6 مسنين. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: كيف يمكن تقييم أداء الجهات الحكومية والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية في ملف انتهاكات حقوق الإنسان؟ وإلى متى يظل المواطن اليمني ضحية لكل أطراف الحرب والنزاع في اليمن؟ نتابع التقرير التالي ثم نعود. وحده عداد الانتهاكات في اليمن لا يتوقف عن الرصد وتحديث الأرقام، فقد أصبحت البلاد ساحة لارتكاب صنوف من الانتهاكات ضد حقوق الإنسان. في هذا الصدد كشف التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان عن وقوع 455 حالة تعذيب ارتكبتها ميليشيا الحوثي منذ سبتمبر عام 2014 وحتى ديسمبر من عام 2018. أضاف تحالف رصد خلال ندوة نظمها على هامش انعقاد الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف أن أغلب حالات التعذيب سجلت في أمانة العاصمة بواقع 295 حالة، تأتي بعدها محافظة صنعاء بواقع 86 حالة، تليها محافظة إب بواقع 74 حالة. وأشار التحالف إلى أن 170 ضحية توفيت بسبب التعذيب، بينهم 9 أطفال وامرأتان و6 مسنين. اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان هي الأخرى حدثت بياناتها التي شهدت تصاعدا كبيرا في أعداد الضحايا، فخلال 6 أشهر بدءا من فبراير وحتى يوليو من العام الجاري حققت اللجنة في 660 واقعة قتل وإصابة. هذه الوقائع سقط فيها قرابة 900 ضحية، منهم نحو 300 قتيل، بينهم 28 امرأة و74 طفلا، كما حققت اللجنة في جرح نحو 600 شخص. أما هذه الانتهاكات فتتحمل ميليشيا الحوثي مسؤولية مقتل نحو 180 قتيلا وجرح نحو 450، فيما يتحمل التحالف ومعه الحكومة الشرعية مسؤولية مقتل قرابة 100 شخص. كل هذه الانتهاكات لن تقف عند هذه الأرقام، فاحتمالات باب تصاعد الجرائم في اليمن لا يزال مفتوحاً على مصراعيه، والمستقبل القادم لا يحمل أي وعود للمدنيين في الحد من هذه الوقائع. إذن نبدأ النقاش معنا من جنيف الصحفي بشير الحارثي، مرحبا بك معنا بشير. بشير، لو بداية تنقل لنا أجواء دورة مجلس حقوق الإنسان الإنسانية الحالية هناك وأنت أحد الحاضرين فيها. مساء الخير عليك سالم، ومساء الخير على كل المتابعين لقناة بلقيس. حقيقة هناك حضور كبير لأنه في الدورة 42 فيها العديد من القرارات التي ستتخذ ضد مرتكبي الانتهاكات، ضد مرتكبي الجرائم في مختلف دول العالم، واليمن ربما من الدول الحاضرة في هذه الملفات وبقوة ومن المتصدرة للمشهد في مجلس حقوق الإنسان. إذا تحدثنا بصورة يعني مركزة حول العمل الحقوقي بالنسبة اليمن وبالنسبة للمنظمات الحقوقية المهتمة بالشأن اليمني والانتهاكات التي تمارس في اليمن، حقيقة هناك جهود كبيرة تبذل في هذا الجانب، ولكن بكلا في طرف معين وموجه في طرف يخدم الجانب أو الجهة التي ربما يعمل لأجلها أو يعمل يعني لصالحها. نعم بشير، بالنسبة لي
ذكرت أن هناك حضور كبير غير مسبوق فيما يتعلق بتقييم الأداء الحكومي في ملف انتهاكات حقوق الإنسان، كيف تقيم الأداء الحكومي في هذه الدورة؟ نعم، بخصوص الأداء الحكومي اليمني في مجلس حقوق الإنسان للأسف ليس بالشكل المطلوب. صحيح أن هناك حضور وجاء متأخرا مع الأسف، كانت في بداية الدورة هناك ندوات وعقدت جلسة بفريق الخبراء، وكان هناك يعني توجه كبير من قبل المجتمع الدولي بدعم فريق الخبراء لإعادة تمديد عمله في اليمن ورصد الانتهاكات، وكانت يعني غياب للأسف الشديد للجانب الحكومي إلا من نائب السفير اليمني أو المبعوث الدائم لليمن في مجلس حقوق الإنسان هنا في جنيف. غابت وزارة حقوق الإنسان وغابت اللجنة الوطنية للإدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، لكنهم أتوا مؤخرا، وإلى هذه اللحظة لم نلمس أي تحرك كبير يعني للتحدث عن الانتهاكات التي تمارسها ميليشيات الحوثي أو التي قامت بها التحالف العربي المتحد بالإمارات. نعم. التي فتحت السجون والتي قامت بانتهاكات كبيرة، قصفت الجيش الوطني. نعم. ارتكبت العديد من الانتهاكات في اليمن. ننقل النقطة هذه. نعم. ننقل. نعم. النقطة. نعم. نقطة تقييم أداء الحكومة في ملف حقوق الإنسان في جنيف. معنا من جنيف أيضا ينضم إلينا وكيل وزارة حقوق الإنسان ماجد فضائل، مرحبا بك معنا سيد ماجد. أيضا مثل ما ذكر بشير أن هناك انتقادات على دور الحكومة في هذه الدورة، هناك تأخير في الوصول وهناك أيضا ضعف وأيضا عشوائية في 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 المشاركة في هذه الدورة مثل ما ذكرها أو ما وصفه الزميل بشير. أسعد الله مساءكم ومساء المشاهدين المتابعين جميعا. طبعا نحن حضرنا في طبعا كوزارة وكوفد من وزارة حقوق الإنسان ممثلين الحكومة اليمنية في طبعا تقريبا رابع أو خامس يوم من انعقاد الدورة التي تنعقد مستمرة إلى نهاية هذا الشهر، إلى بالضبط يوم 27 يعني من هذا الشهر. الحضور كان في البداية مبني على قرار واضح واتخذ ليس الآن وإنما اتخذ قبل عام بشكل رسمي من في الدورة 37، أن احنا رفضنا التمديد لفريق الخبراء، وبذلك لا يمكن أن نحضر الحوار التفاؤلي أو أن يكون لدينا حضور عالي المستوى أو رد عالي المستوى مثلا بوفد حكومة أو رئيس وفد الحكومة أو أي كان من أعضاء وفد الحكومة. وبذلك تم الرد على وطلب يعني ترحيل البند، مناقشة طرح الفريق الخبراء وتقريرهم إلى ترحيله إلى البند العاشر الذي حصل على إجماع الدول بشكل كامل. 47 دولة صوتت بالإجماع للموافقة على القرار العربي الذي كان تحت البند العاشر، والذي سوف يناقش في يوم 25 و26 و27 من هذا الشهر. أما القرار الذي حصل على يعني أصوات 21 صوت من الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى بعض الدول من يعني أفريقيا أو بعض الدول أمريكا اللاتينية، 21 مقابل رفض 8 دول وتحفظ 18 دولة، لم يحصل على إجماع. وبذلك نحن كان لدينا موقف واحد واضح ودقيق، أن نحن لن نتعامل مع فريق الخبراء، وكأنه لم يكن بذلك بنية على هذا طبعا على هذا القرار الذي تم اتخاذه في السابق من قبل الحكومه اليمنيه، عدم الحضور والتمثيل. لماذا لا تودون التعامل مع فريق الخبراء؟ ما هي الملاحظات على دوره؟ نعم، هذه طبعا هذا انا اوضح لك خلفيات تاخر الحضور، يعني بناء على القرار السابق الذي كان في 37 والذي اتخذ بناء على التقرير السيء جدا الذي أصدره في السابق. أصدر تقرير سيء بشكل كبير، أهمل كل انتهاكات ميليشيا الحوثي، لم يتكلم في الألغام، لم يتكلم في تجنيد الأطفال، لم يتكلم في أي انتهاكات ارتكبت من قبل الحوثي، وفقط ركز على طبعا بعض الممارسات التي تنتهكها أو ترتكبها بعض الميليشيات هنا أو هناك، وحمل الحكومة مسؤوليتها رغم أن هذه الميليشيات خارج عن إطار
الدولة، وكان لدينا رد واضح ودقيق في مجلس الأمن حينها، ونحن أيضا كانت لدينا ملاحظات كبيرة في المنهجية، في أطر طبعا الأطر الرسمية للفريق الخبراء في الولاية، تجاوزها يعني خروج الولاية الزمنية بدأ من 2015 بينما كانت الانتهاكات وتمرد ميليشيا الحوثي حصل من سبتمبر. لكن سيد ماجد في كثير من الملاحظات نعم، لكن سيد ماجد انت ذكرت ان هناك بشكل مكتوب، وبناء على ذلك اتخذ القرار عدم التامل مع فريق الخبراء. التقرير الحالي نوعا ما جيد يعني تطرق لكافه الانتهاكات من كافه الاطراف لا باس به، وان كان لدينا بعض الملاحظات وما زالت لدينا ملاحظات كبيره جدا حول اخفاءه لكثير من الامور وكثير من نعم سيد ماجد نعم لو قاطعتك نعم. اشرت الى ان هناك ضعف و يعني غير منصف تقرير الخبراء، هل اليس هو يعتبر السبب او خلف هذا الضعف لتقرير الخبراء هو دور الحكومي وأدائه في 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 عرض ملف حقوق الإنسان وأيضا العشوائية في استعراضه؟ يا سيدي أنا أتكلم عن الضعف وعن السوء وعن يعني المهزلة التي حصلت في السابق، يعني قبل أنا أتكلمك في الدولة 37 له تقرير سيء جدا، والذي هذا يعني السوء لم يكن يعني من يعني بتقييم منا نحن كحكومة، بل هو من نفسهم الخبراء ومن الدول الأوروبية ومن الدول التي دعمت التمديد لهذا الفريق، أن التقرير كان منحاز وأن التقرير غير محايد وأن التقرير كان أقل من يقال أنه سيء بشهادتهم يعني بشهادة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، ولكنهم أرادوا أن يعطى الفريق فرصة أخرى فدعموا عملية التمديد. يعني نحن في تلك الفترة وإنما كنا أول ما شكل طبعا فريق الخبراء تعاملنا معه بكل جدية، تم زيارتهم إلى عدن، أعطيناهم كل المعلومات كل التقارير، وضعناهم أمام انتهاكات ميليشيا الحوثي من البداية إلى النهاية، سلمناهم كثير من الملفات والجرائم التي ارتكبتها الميليشيا، ولكن أهملت كأنه لم يصلهم شيء. يعني هناك تغاضي بشكل كامل، بل هنالك للأسف الشديد الذي كتب التقرير يعني أحد الأفراد يعني يعمل كان في السابق مع حزب الله، يعني في 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 كانت يعني مغالطة كبيرة جدا يعني، وهذا وضعناهم أنه كتب التقرير في لبنان، وكان تأثير حزب الله واضح جدا والحوثيين في هذا التقرير، وهذا بشهادة الجميع في تلك الفترة. الآن التقرير الحالي في هذه الدورة هو أفضل بكثير من سابقه، وهناك بعض المأخذ عليه ما زلنا نرى أنها لم تعدل، وأن فريق الخبراء ما زال هنالك قصور في التعامل معهم. نحن طبعا على مدى عام كامل لم نتعامل مع فريق الخبراء حقيقة، لم نسمح لهم بالدخول، لم نسمح نعم. بناء على الموقف السابق وليس على نعم. تفضل بالبقاء معي سيد ماجد، نعود لي ضيفنا من جنيف أيضا الصحفي بشير الحارثي. بشير، عن المنظمات الدولية، هل استطاعت المنظمات الدولية إيصال صوت الضحايا وتبين الانتهاكات خلال هذه الدورة؟ اسمح لي سالم في البداية أن أعقب على كلام الأستاذ ماجد. إذا تجاوزنا نقطة فريق الخبراء والتقرير فريق الخبراء، هناك ضعف كبير في جبهة الشرعية الحقوقية هنا في مجلس حقوق الإنسان. للأسف الشديد وزارة حقوق الإنسان والعمل الحقوقي الداعم للشرعية في 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 مجلس حقوق الإنسان يعني يجعل من الموضوع عمل موسمي فقط وكأنه إسقاط واجب. العمل الحقوقي يجب أن يبنى بطريقة مدروسة ومتواصلة، وفتح قنوات تواصل مع المنظمات الدولية على طوال العام، لا أن يأتي الفريق المكلف بالحضور لعمل العديد من الندوات التي لم تعد مجدية ولم يعد يسمع لها أحد. الناس تبحث عن علاقات وفتح قنوات على مدار العام والتواصل مع المنظمات وصناع القرار من أجل أن يعني يكونوا رأي عام ضد الانتهاكات التي يعني تطال المدنيين في اليمن، سواء من ميليشيا الحوثي الإنقلابية أو من الإمارات العربية المتحدة أو من أي أطراف ميليشياوية أخرى تقوم بالانتهاكات في اليمن. لكن للأسف الشديد هناك نوع من العشوائية، حتى الأطراف التي هي في جبهة الشرعية وتعمل لصالح الشرعية غير منظمة وغير مرتبة، كل يأتي لتسجيل الحضور والعمل العديد من الندوات، وهناك يعني قطيعة كبيرة بينها وبين المنظمات الأخرى، على العكس تماما على الجبهة الأخرى التي تقوم بها ميليشيات الحوثي أو الطرف المعادي للشرعية، تجد هناك عمل منظم
وقنوات التواصل على مدار العام، وعندما يعني يقومون بالحضور في جلسات حقوق الإنسان يستغلونها لربط العلاقات مع الجانب الآخر وأصحاب القرار، ولذلك تجد صوتهم مسموع. وهذه النقاط يجب أن تركز عليها الحكومة الشرعية. نحن مع وزارة حقوق الإنسان، وأنا أحيي الأستاذ ماجد وكل الحاضرين الذين يحاولون إيصال صوت لمن، لكن هناك قصور. يجب أن توحد الجبهة، يجب أن تفهم يعني وزارة حقوق الإنسان وكل المعنيين بحقوق الإنسان والمدافعين عن المدنيين واليمنيين وعن الشرعية يعني الهدف من هذا الحضور. إذا كان الحضور فقط من أجل التصوير ومن أجل عمل العديد من الندوات لا يحضرها يعني صناع القرار، فما هو الجدوى من هذا الحضور؟ نعم بشير الحارثي، تحدثت عن أمور كثيرة، منها أن هناك لا توجد دراسة، أيضا عدم فتح علاقات خصوصا من قبل الشرعية، وأيضا ما يحصل هو تسجيل وحضور واجب فقط منهم. شكرا لك لحضور معنا في هذا البرنامج. نعود إلى ضيفنا من جنيف أيضا، وكيل وزارة حقوق الإنسان ماجد فضائل. إذا سيد ماجد، في ظل هذه العشوائية، ما هو تقييمك لحضور الملف اليمني في مجلس حقوق الإنسان؟ يا سيدي، لابد أن نفرق بين العمل المجتمعي وعمل الحكومة. تعقيبا على الأخ العزيز بشير الحارثي، عمل الحكومة اليمنية ليس هو عمل ندوات وليس عمل يعني شغل إعلام وغيرها من الأمور التي يجب. هذا طبعا هو شغل مجتمع مدني ولوبية الضغط وغيرها. عمل الحكومة اليمنية هو عمل رسمي ممثلا في وزارة حقوق الإنسان. اليوم اجتمعنا مع المفوض السامي. المفوض السامي هي أعلى سلطة في الأمم المتحدة المعنية بملف حقوق الإنسان، ووضعناها أمام الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بالتفصيل منذ البداية إلى النهاية. وضعنا ملاحظاتنا على تقرير فريق الخبراء وما يحصل من نقص وما هي التجاوزات التي تمت وما هي الولاية التي تعداها وماذا يجب أن يكون. وذلك أيضا تطرقنا على الذي حصل من انتهاكات في المناطق الجنوبية وممارسات المجلس الانتقالي وميليشياته، وتعرضنا أيضا لما حصل بشكل كبير من تجاوزات سواء من يعني بعض الأطراف التي كانت يعني. إذن في ظل هذا في ظل هذا الطرح استاذ ماجد، هذا نحن نتعامل رسميا، نطرح تلك هذه طبعا الملفات بشكل كامل وواضح ودقيق امام المنظمات الدوليه اللي هي الرسميه التابعه للامم المتحده في لقاءاتنا مع رؤساء البعثات الدوليه مع السفراء الدول في كل مكان. يعني تعاملنا هو اكثر شيء رسميا، ليس بندوات وبانجله ونعمل ندوات يحضروها نفسه. هذا شغل مجتمع مدني، هنالك قصور اكيد، رغم ايضا نحن ايضا لا اقول لك نحن مكتملين او وصلنا الى الكمال، لا، نحن لدينا قصور، نحن لدينا نقص في يعني للاسف شديد، لانه لا الجبهه كما قال ليست موحده بشكل كامل. يجب ان يكون العمل المجتمع المدني مع الحكومه هو متكامل في جبهه واحده ضد ميليشيا الحوثي وما يحصل، ولكن هناك شتات نظرا لتعدد الاطراف المختلفه في الاطراف الحكومه الشرعيه، بينما الطرف الاخر هو جبهه واحده نظرا لوحده القرار لديهم بخلافنا تماما. لكن نحن نحاول قدر الامكان تجاوز هذا، نحن نقوم بعمل كبير، لا يمكن لاحد ان يستنقص هذا العمل. ايضا المجتمع المدني مشكورين، يقومون بجهود، يعملون نقل يعني الانتهاكات تفضل. واضح ودقيق، ونقل التقارير وان كان هناك اختلافات، لانه لديك مجموعات متعدده مع كل شبكات مختلفه، تحالفات عده، كل ايضا دوله تدعم يعني او كل منظمه تحصل دعم من جهه محدده يكون لها تاثير عليها. فالموضوع هو معقد، ليس بالسهوله التي يتكلم عنها الاخ بشير، لكن نحاول. اذا الموضوع معقد. نعم 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 نعم، الموضوع معقد وهناك قصور ونقص في تناول ملف حقوق الإنسان. تفضل بالبقاء معي، ننتقل إلى ضيفنا أيضا من جنيف، الناشط الحقوقي هاني السودي. سيد هاني، ما هو الجديد في الدورة المنعقدة حاليا لمجلس حقوق الإنسان؟ السلام عليكم السيد العزيز وعلى ضيوفنا الكرام. أعتقد أن الجديد في هذه الدورة كان هو تقرير فريق الخبراء الذي رفضت الحكومة اليمنية أن تتعاون معه خلال قبل سنة منذ سبتمبر المنصرم في 2018، رفضت الحكومة اليمنية أن تتعاون مع هذا الفريق. أعتقد أنه أصدر تقريرا قد أخذ عليه كثير من السلبية حقيقة على هذا التقرير. هذا التقرير لم يحدد النسب الذي تنتهكها جميع الأطراف اليمنية،
وبالتالي هو قدم مساعدة نوعا ما لميليشيات الحوثي. نحن نعرف أن الميليشيات الحوثية هي من ارتكبت حتى الآن تقريبا 80% من هذه الانتهاكات، ولكن عندما يأتي التقرير حتى الآن ولم يحدد هذه النسب ولم يحدد نسبة الانتهاكات لكل طرف من الأطراف، بل أنه اعتمد صيغة توسعية وصيغة فضفاضة وواسعة عندما يتحدث التقرير أن جميع الأطراف من تقوم بانتهاكات حقوق الإنسان، جميع الأطراف من تقوم بانتهاكات الحق بحرية الرأي والتعبير على سبيل المثال. أعتقد أنه يقدم خدمة هنا للميليشيات، حيث أن الجميع يعرف أن الميليشيات الحوثية هي من تقوم بانتهاكات حرية الرأي والتعبير وبنسبة 80% من هذه الانتهاكات. نعم سيد هاني، تفضل بالبقاء معي. نعود إلى ماجد فضائل وكيل وزارة حقوق الإنسان. ما هو الأثر الذي يمكن أن تحدثه دورة انعقاد حقوق الإنسان الأخيرة هذه؟ الدورة هذه دورة قرارات خاصة بإصدار قرارات. طبعا أتفق بما كل ما طرحه الأخ العزيز هاني حول فريق الخبراء والمآخذ المطروحة في تقريرهم، وهذا ما تم نقله للمفوض السامي وأيضا للمفوض السامي لحقوق الإنسان بكافة مستوياتها، لأنه لا يمكن القبول باستمرار فريق الخبراء ما دام هنالك انحراف في عمله، هنالك انحراف واضح، هناك تأثير لوبي إيراني للأسف الشديد واضح جدا في تقاريرهم، وحنا ما نسأل إليه هو تعديل فريق الخبراء وتغيير اللجنة التي تدعي الحياد وهي لا تعمل من الحياد شيئا. هنالك دعم واضح وخفي من قبل طبعا هذه الأعضاء اللجنة للحوثيين بشكل أو آخر ينعكس في تقاريرها، بذلك نحن سوف نمضي فيما نحن معه فيما نحن عليه مع الأخوة في الأشقاء في التحالف العربي للوصول إلى يعني توافق، لأن الموضوع هو موضوع يعني مفاوضات بين دول، يعني في الأول والأخير هو قرار دول 47 دولة، يمكن أن نصل إلى توافق في قرار موحد تحت البند الآشر واضح ويكون في صالح الحكومة الشرعية أو في صالح بالحقيقة في صالح الإنسان اليمني وبما يعزز ويحمي حقوق الإنسان اليمني بشكل كامل. ما لم سوف نتجه إلى يعني تصويت على المشروع القرارات المطروحة. حتى الآن هناك لدينا مشروع قرارين، قرار عربي وقرار أوروبي، ونحن ماضين في عملية المفاوضات حول هؤلاء القرارات. نعم، شكرا لك وكيل وزارة حقوق الإنسان ماجد فضائل، كنت معنا من جنيف. بالعودة إلى الناشط الحقوقي هاني الأسودي. سيد هاني، هل أصبحت صورة انتهاكات حقوق الإنسان واضحة لدى المجتمع الدولي، خصوصا بعد هذه الأرقام الكبيرة وأيضا باب تصاعد الجرائم مفتوح في اليمن؟ للأسف الشديد لم تعد الصورة واضحة كما كنا نتصور جميعا، بسبب أن الانتهاكات أو التقرير الذي رفع هذه الانتهاكات وهو تقرير فريق الخبراء لم يوضح النسب كما أشرت سابقا في نسبة انتهاكات كل طرف. هذه نقطة. بالنسبة هناك نقطة أخرى أيضا، الاستنتاجات التي بناها التقرير هناك استنتاجات خاطئة. التقرير اعتمد في منهجيته على أنه سيعتمد في استنتاجاته على ما يصله من مصدر موثوق واحد على الأقل، بالإضافة إلى مصادر أخرى. نحن رفعنا بأكثر من مصادر موثوقة للأمم المتحدة، ولكن نتفاجأ جدا باستنتاجات خاطئة. على سبيل المثال دعنا نفرض مثلا أن هناك استنتاج، أن هناك عندما تكلم التقرير عن الانتهاكات التي تمارس ضد النساء في صنعاء، تكلم على أنها تمارس بهدف الابتزاز، ولم يتكلم عن هناك إتجار بالبشر، بالرغم من تواتر المصادر الموثوقة التي تم رفعها إلى فريق الخبراء، والتي تؤكد أن هناك إتجار بالبشر تمارس ضد النساء. هذه نقطة. النقطة الأخرى التي أريد أن أشير إليها أيضا أن هناك استنتاجات خاطئة بنيت أيضا على مصادر خاطئة. التقرير يتحدث أن هناك، على سبيل المثال أيضا، أن هناك عندما تم نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن تم انخفاض العملة الوطنية. انخفاض العملة الوطنية تم بناء على بسبب استمرارية الحرب، وليس بناء على نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن. التقرير في كثير من مواضيع، سواء من حيث المنهجية أو من حيث الاستنتاجات أو من حيث الوقائع، تضمن كثير من المغالطات، وأعتقد أنه كان يجب تصحيح هذه المغالطات.
نحن رفعنا بكثير. التقرير اعتمد على منظمات المجتمع المدني في كثير من المواد التي تم نشرها أو تبنيها أو في القضايا التي تبناها التقرير، ولكن أعتقد أنه تم تجاوز كثير من الأمور التي تم رفعها من منظمة المجتمع المدني التي لا توجد في صنعاء والتي لا تنتمي إلى الطائفة الحوثية. أعتقد أن هذه سلبية كبيرة تؤخذ على التقرير، وأعتقد أن هناك تحيز نوعا ما في العمومية عندما يتحدث التقرير أن جميع الأطراف تقوم بهذه الانتهاكات ولا يحدد النسب. هذا تحيز لطرف ما. يكفي المجرم أن نقول أن الجميع مجرمون لكي يتنصر من العقاب. نعم، إذن نشكر السيد هاني الأسودي الناشط الحقوقي، كنت معنا من جنيف. وبهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من زوايا الحدث. الشكر موصول لكم، وأيضا التحية من الإعداد والتقديم مني، وإلى اللقاء.